السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة سامية إيطاليا لتعليم دروس رخصة السياقة الإيطالية باتنتي بي. إن شاء الله درس اليوم كلاسيفيكاسيوني سترادي. يعني كنعرفو لي سترادي، عندنا لي أوتو سترادي يعني طرق السيارة، سترادا إكسترا أوربانا برينشيبالي طرق رئيسية خارج المدن، ستاد اكسترا اورباني سكونداري يعني الطرق خارج المدن، ولكن ليست يعني طريق نورمال خارج المدن. وعندنا ستاد اورباني. اوكي، اول ستاد عندنا هي الاوتو ستاد يعني الطريق الفسيح او الاوتو ستاد او طريق السيارة. لا ديفينيسيوني ديالو، الاوتو ستاد هي una strada a carreggiate indipendente، يعني هي طريق ذو مسارات منفصلة كارجات indipendenti separate dallo sparti traffico e recintata lateralmente، يعني كتكون منفصلة بمفصل سير ولا يمكن العبور عليه. سي اهو، ognuna di esse يعني ognuna di queste carreggiate ha almeno due corsie di marcia، كل مسار فيه due corsi almeno يعني جوج corsi جوج المسارات. la carreggiata o la corsia che mi danno في الدرس ديال la strada è fiancheggiata da una corsia di emergenza، يعني كتكون بالقرب من هاد الكارجاتا كيكون من قرب منها لا كورسيا دي ميرجينسا. في اوتوستراد كنلقاو لا كورسيا دي ميرجينسا، هو المسار ديال الطوارئ، هو واحد المسار يعني تنقدر ما نقدروش ندوزو فوق ونتمشيو عليه فقط في حالة ديال الطوارئ، يعني الا كان عندنا شي واحد مريض في السيارة او السيارة عفوا خسرت لينا يعني ما كاين شي مشكل فيها، فنقدروا نستعملوا لا كورسيا دي ميرجينسا بير تريو، يعني عندنا الحق في 3 ديال السوايع. اوكي، sono esclusi dalla circolazione in autostrada، يعني ما يقدروش يدخلوا الاوتوسترادا tutti quelle vetture che non raggiungono le 80 km per ora، يعني جميع العربات اللي ما تقدرش توصل اللي ما تقدرش توصل جونغونو، يعني ما يقدروش يوصلوا عفوا اللي ما يقدروش يوصلوا 80 كم في الساعه. اوكي، منهم تشيكلو موتوري درجة نارية اي موتو تشيكلي دي تشيلينداتورا inferiore a 150 سنتيمتر كوبي، يعني منهم درجة نارية اللي كتكون السعة ديالتهم اقل من 150 سنتيمتر مكعب سنتيمتر كوبي. اوكي، لي ماكيني اغريكولي يعني هما الالات يعني العربات الزراعيه، اي توتي كويفي كولي وجميع العربات كينون انو الكاريكو سيستيماتو، وحتى يعني العربات اللي تتكون عندها الحموله نون الكاريكو سيستيماتو ان مانيرا كوريتا، يعني كتكون نون انو الكاريكو سيستيماتو ان مانيرا كوريتا، يعني كتكون الحموله ديالتهم غير منظمه بشكل جيد، يعني تقدر تشكل خطر في الطريق، تقدر تطيح في هذا هذا ما كيسمح لهمش باش يدخلوا يعني للطريق السيار. وصونو داني جاتي او لي يكونوا يعني واحد العربات اللي ماشي صالحه خير، يعني داني جاتا خاسرين شي حاجه ما يقدروش يدخلوا للطريق. اوكي، وهنا كنشوفوا اللون ديال الطريق السيار، دائما باش كنعرفوا اللون ديال الطريق السيار انه تيكون اخضر، والطريق السيار كنعرفوا ان السرعه القصوى ديالها ليميتي ماسيمو ديال فيلوتشيتا في الطريق السيار هي 130 كيلومتر في الساعه، هذا كيخص بالنسبه لايطاليا الدوله الايطاليه، وكيبقى كل دوله وعلى حسب ليميتي ماسيمو ديال الفيلوتشيتا، بحال مثلا المانيا فيه السرعه بالنسبه للطريق السيار غير محدوده. اوكي، حنا كنهضروا على ايطاليا، ايطاليا عندها السرعه القصوى ديال في الاوتوستراد ولا في الطريق السيار هي 130 كيلومتر في الساعه. وهنا كنشوفوا يعني اللي كيخص، حنا كنا قرينا سينيالي ديال الدي في تو، يعني دابا غنشوفوا تشيركيو والبودو ديالو راسو كنعرفوا شي حاجه ديال المنع اللي ما يقدروش يدخلوا ليه، فمثلا
لعبنا لعبات يعني المجرة بالأحصنة ولا باليد ما تقدرش تدخل، او راجلي ما يقدروش يدخلوا، البيكالات البيتشيكليت ما يقدروش يدخلوا، الموتو يعني ما يقدرش يدخل لي ما كتجاوز السعة ديالته 149 سنتيمتر كيب او لا تقريبا 150. هذوك الموتو اللي كتكون حداهم جلسة اخرى يعني كتسمى موتو كاروتسيتي، اللي تهم السعة ديالتهم ما كت يعني ما كتقل من 249 ولا 250 سنتيمتر كوبي، حتى ما يقدروش يدخلوا الاوتوستراد. هذا بالنسبة للاوتوستراد يعني الطريق السيارة. لا ستراد اكسترا وربانا برينشيبالي هي طرح الطريق الرئيسية خارج المدن، هي بحالها بحال يعني المميزات ديالها والخاصية ديالها بحالها بحال الاوتوسترادا. ايه هي اللون ديالها؟ تيكون ازرق، تيكون بحال هكا. والسرعة القصوى في لاستراد اكسترا ورانا برينشيبالي يعني الليميت دي ماسيمو ديال الفيلوتشيتا، السرعة القصوى كتكون هي 110 كيلومتر في الساعة. اوكي، يعني باش نعرف ما بين الاوتوسترادا والاكسترا ورانا برينشيبالي، ان الاوتوسترادا كيكون اللون ديالها اخضر، هادي تيكون اللون ديالها ازرق. اوكي، استرادا اكسترا اوربانا برينشيبالي. والسرعه القصوى في الاوتوسترادا كتكون 130 كيلومتر في الساعه، وهنا السرعه القصوى كتكون 110 كيلومتر في الساعه. اوكي، هذا هو الاختلاف اللي كيميزهم يعني السرعه واللون. اوكي، الاستراده اكسترا اوربانا برينشيبالي يعني الطريق الرئيسيه خارج المدن. اكاريجاتي حتى هي نفس بحال الاوتوستراد، اكاريجاتي انديبندنتي يعني حتى هي عندها مسارات منفصله. و بوي دي فيزي دا سباتي ترافيكو ولا كتكون مقسومة حتى هي بهداك سباتي ترافيكو، اي بريزينت المينو دو كوسي دي ماتشو، حتى هي كيكونو فيها المينو جوج لاكوسيات يعني جوج المسارات ديال المشي في كاريجاتا. نو في سونو انترسيتسيوني ارازو يعني حتى في لاسترادا اكسترا اوباني بحالها بحال لاسترادا لاوتوسترادا، ما تيكونوش فينهم يعني التقاطعات ديال الطريق، ما فيهمش لين كورتشو، هو التقاطع ما تيكونش فيهم ايكوتشو. وحتى هنايا نوناي كونسيس نوناي كونشيس لا تشيكولاتسيوني اد الكوني كاتيجوري دي فيكولي، يعني حتى هنايا كيكون غير مسموح العبور لبعض الانواع ديال العربات. كومي هنايا كاين هنا لي بيتشيكليت كوادرو تشيكلي لي جيري اي تشيكلو موتور اي ليميتي ماسيمو دي فيلوتشيتا 10 كيلومتر في الساعة. وحتى هنا يعني هاد العربات لا موتو كاروتسيتا هو الصورة ديالها بحال هكا، كتكون لا موتو كاروتسيتا اللي قل السعة ديالها قل من 249 سنتيمتر كوبي، حتى هما ميقدروش يدخلوا لاستاد اكتروبانا برينشيبالي. لي زونا دي ترافيكو ليزولا ديال الترافيكو يعني كتكون بحال ليزولا، حنا كنعرفو ليزولا هي واحد يعني واحد الجزيرة، بحال واحد الجزيرة كتكون وسط الطريق، جزيرة يعني الطريق، ولكن كتكون واحد البلاصة اللي ما نقدروش يعني ندوزو فوقها بالسيارة ولا نتوقفو عليها. هاد ليزولا ديال الترافيكو هي بحال قلتي جزيرة تقطع السير باللغة العربية. ونا بارتي ديال لاسترادا هي واحد البلاصة من الطريق، كيبو اسي ريال ساتا، ريال ساتا يعني هي مزوزة على الطريق مبنية شوية، ريال ساتا بحال هكا مبنية. او دي بينتا او لا مرسومة دي بينتا ارازو يعني مرسومة على الطريق، هاد الخطوط هادو بحال الصبغة. اوكي، سول بيانو سترادالي يعني على الطريق كون تيبغاتوري دي كولوري بيانكو، هاد النوع رقم جوج، هادو كيتسماو لي زولا دي ترافيكو. هذه ما تنقدروش يعني ندوزو فوقها ولا نتوقفوا عليها ولا ما نقدروش، هي كتكون ليها في الطريق يعني الغرض منها انها كتفصل التيار المرور لاتجاهات مختلفه تنظم السير. اوكي، حنا غادي نشوفوا هذه يعني غير باش نعرفوا اشنو هي ايزولو ترافيك ديال الترافيك، ومن بعد يعني في الدروس القادمه غادي نعرفوا اشياء كثيره. هنا انها كتكون اما سول بيانو يعني دي بينت يعني مرسومه على الطريق بيانو ستراداني، او لا كتكون ريال ساطة مبنية شوية. اوكي، هذه هي ايزولا دي ترافيكو. هذا لا ترافيرسامينتو بيدونالي، لا ترافيرسامينتو بيدونالي
يعني هو المعبر ديال الموشات. المعبر ديال الموشات هو واحد البارتي ديال الكاريجاتا، يعني كاين واحد البارتي في الكاريجاتا سينيالاتا داونا سيري دي ستريتشي، كتكون يعني معروفة بواحد واحد السلسلة ديال الخطوط بيضاء بيانكي باراليل على السيستادال، يعني كتكون متوازية مع الخط ديال كتكون هكا متوازية، الخطوط متوازية. ان كوي في كولو اي في كولي عفوا دي مونو داري لا بارتيدنسا اي بيودوني كي ترافيرسانو، هاد الخطوط هادي كتخلي يعني ان العربات ملي كتشوف هاد الخطوط هادي خصها تعطي حق الاسبقية للراجلين، الراجلين عندهم حق الاسبقية على العربات في اترافيرسامينتي بيدونالي. اوكي اي في كولي نو بوسونو سوستارن اي ني تانتي مينو فيرماسيو، العربات ما يقدروش هنا يتوقفوا ولا حتى التوقف يتوقفوا هنايا، لان هذا خاص فقط معبر الراجلين، خصو يعني عفوا اطرافيا ساميتو ديال بيدونالي خصنا نحترمو وما نحطوش فيه السيارة باش الا جا شي واحد يبغي يقطع يلقى مين يدوز، ماشي حنا نوقفو السيارة ديالتنا هنا ولا نتوقفو هنايا. اوكي دائما الا كان مثلا الترافيك وكانت واقفة السيارة هنا حنا نحاولو نتوخرا نوقفو هنايا، اوكي نخليو هذا خاوي، واخا الناس اكثر يمكن يحترموش ولكن القانون هكا تيقول. اوكي واخا نتوما غتشوفو العكس يعني في الطريق وهذا، ولكن القانون هكا تيقول. هذه سالفا جينتي، لا سالفا جينتي يعني اللي كتحمي الناس، يعني معبر لسلامة هاد لسلامة المشاة، واحد البلاصة ونا بارتي ديال لا سترادا هاد سالفا جينتي. يعني ما نخلطوش مع هذاك لا تشامبيلا ديال كيسي بورتا الماري، هذيك اللي كتكون في البحر اللي كيديروها ديال البحر، نو هذه السالفا جينتي كتكون فقط في الطريق. alla funzione di riparare o fare sostare i pedoni che attraversano la strada nei pressi di fermate dei mezzi pubblici. يعني هي المهمة ديالتها باش تخلي البيدون اللي تيكونوا في وسط الطريق انهم يتوقفوا عليها ولا يشدوا مثلا يعني الحافلات ديال النقل الركاب، يعني كتسهل عليهم باش يطلعوا في الحافلة او لا يهبطوا، وكتكون عندهم واحد المكان اللي آمن في وسط الطريق فين يقدروا يوقفوا. هادشي علاش ديال صلبة جنتي، يعني كتكون في وسط الطريق فكتساعد يعني المشاة البيدوني، يعني اللي كيشدوا اللي تيكونوا في يعني كيشدوا ميزي بوبليتشي ولا قاطعين الطريق، وكاين هاد صلبة جنتي انهم يتوقفوا هنا باش كتحميهم. اوكي و بوي ان كوسبوندنسا لي اترافيرسامينتي بيدوناني، كيما قلت لكم يعني شي واحد قطع الطريق مثلا كاينه طريق طويله انه بغى يوقف هنايا ولا هذا، كتحميه هاد لا سالفاجينتي. هادي اريا بيدونالي، اريا بيدونالي يعني واحد المنطقه للمشاة فقط، واحد المنطقه مخصصه للمشاة فقط، هي اون اريا بيدونالي اون زونا ديستيناتا اكسكلوسيفامينتي ترانزيتو دي بيدوني، يعني فقط مخصصه لمرور ودخول الراجلين باستثناء يعني اصحاب السيارات ديال الخدمات ديال الطوارئ مثلا الشرطه او لا او لا هذوك الاطفائيين هما اللي يقدروا يدخلوا، ويمكن يدخلوا حتى البيكالات يقدروا حتى هما يدخلوا، او لا الاشخاص اللي عندهم ذوي الاعاقات الخاصه، يعني السيارات متكلفه بالاشخاص ذوي الاعاقات الخاصه اللي كان عندهم واحد الترخيص انهم يقدروا يدخلوا. وهذا الشيء هذا تيكون اصلا كيكون يعني الا كانوا هذوك صحاب الاعاقات الخاصه عفوا الاعاقات الخاصه تيكون واحد تيكون واحد بانيلو انتيغراتيفو، يعني كيكون هنايا لتحت كيحدد لينا شكون اللي عنده الحق يدوز، ولكن هذه يعني كنشوف هاد اريا بيدونالي فهي واحد المنطقه اللي خاصه بالمشاة فقط، هما اللي عندهم الحق يدخلوا. هذه زونا اترافيكو ليميتاتو، يعني واحد المنطقة زونا اترافيكو ليميتاتو، واحد المنطقة يعني ما يقدرش اي واحد يدخل ليها، كيكون عندها فيها ترافيكو يعني ليميتاتو محدود، ماشي كلشي غادي يقدر يدخل. Un zona a traffico limitato in un'area delimitata da appositi segnali stradali di inizio e di fine, يعني كتكون في الأول وفي الأخير،
in cui la circolazione è limitata, يعني الموت يكون محدود، اي فيكول اوتوريزاتي بالنسبه للعربات اللي كتكون مرخصه لها بدخول ديك المنطقه زونا ترافيكو ليميتاتو، ان كوي لا سيركولازيوني كونسنتيتا ان ديترميناتي فاشي اوراري، وكتكون هذيك لا سيركولازيوني مسموحه في بعض الاوقات. اوكي، هذا هو اللي كاين، هذه سميتها زونا ترافيكو ليميتاتو. وعندنا الباسو كارابيلي، باسو كارابيلي هو واحد المنطقة يعني ديال واحد لاريا بريفاتا، هو مدخل ديال العربات، يعني معبر لمنطقة جانبية صالحة لوقوف السيارات. Il passo carabinieri ha accesso ad un'area laterale idonea all'stanziamento di uno o più veicoli, يعني واحد المنطقة اللي كتسمح دخول واحد العربات لواحد مثلا واحد باكيجو بريفاتو ديال شي منزل او لا سكن او لا كذا، واحد كيكون واحد يعني واحد الكانشيلو كتكون عليه هذه، يعني كتمنعك انك تحط السيارة ديالتك هنا، لان انا ضروري كيدخلوا سيارات هنا او لا كيخرجوا، انت تحط السيارة ديالك فتمنع يعني هاد الناس اللي ساكنين هنا انهم يخرجوا ولا يدخلوا، فلهذا كيدو لك هاد الكارتيلا هادي باش تقول لك بان ممنوع الوقوف قدام مثلا هاد الكانشيلو هذا ولا هاد الباب هذا. اوكي، ممنوع الوقوف، ولكن هذه لا تمنع التوقف، التوقف لا فيرماتا سي بو، يعني لا فيرماتا ممكن ولكن الوقوف لا. هذا بالنسبة للباسو كارابيلي، هذا هو الشكل ديالو، تيكون بحال هكا، تيكون معلق حتى الا بقيتو تلاحظوها، يعني دوك لي كانشيلو كذا تيكونوا هاد العلامات هادو. هذا الباساجو على فيلو هو واحد لا ترافيرسامينتو ارازوت على ستادا لا ستاري لا لينيا فيروفياريا، هو الباساجو لي فيلو هو واحد التقاطع ما بين الطريق، واحد التقاطع يعني مستوي ما بين الطريق وما بين السكة الحديد، السكة الحديدية. دابا ندخلو يعني ندخلو الأنواع ديال الطرق، نعرفو الطرق يعني تصنيف ديال حتى يعني ديال هذا الأنواع ديال الطرق كيفاش تيكونوا، يعني واش من كيكون عندنا هذا سينسونيكو، هذا نشوفو الأشكال اللي كاينين هنا، ستراد دوبيو سينسو دي تشيركولاسيوني كون كواترو كوسيي، هنا عندنا واحد الطريق ديال اتجاهات اتجاهين مختلفين ديال تشيركولاسيون ديال المرور، فيها كواتو كورسي حيت هادي عندنا كارجاتا وهادي كارجاتا، عندنا بشحال كورسي، عندنا اونا دوي تري كواتو كورسي، يعني واحد لاسترادا فيها بعض المسارات، لاسترادا سوبرا هادي رابريزنتاتا كومبوستا دا اونيكا كارجاتا، عفوا 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 اعتذر، هذه اون كاروجاتا ما عندناش، ماشي هذه كاروجاتا وهذه كاروجاتا، هذه فقط كاروجاتا وحده وفيها كواتر كوسي، لان كاروجاتي تيكون بيناتهم داك سباتي ترافيكو، هنا ما كاينش سباتي ترافيكو، هنا كاين يعني نفس المستوى عفوا، لان هنا كاين خط بيض، جوج خطوط بيضاء يعني اللي كونتينوا، فاذا هذه كتعتبر كلها اون كاروجاتا، عندنا واحد لكاريجاتا هنايا. اوكي، دا اونيكا كاريجاتا ادوبيو سينسو، يعني باتجاهين مختلفين، ادوبيو سينسو دي تشيركولاسيوني اي سودوفيزا ان كواتو كورسيي، مقسومه لاربع المسارات دوي كورسيي بي سينسو دي مارشا، يعني عندنا هادي واحد لكاريجاتا فيها اربع مسارات، هاد جوج مسارات كيديو في هاد الاتجاه هذا مثلا سينسو اونيكو، هادو كيديو في هاد الاتجاه هذا سينسو، عفوا كيديو في هاد الاتجاه هذا سينسو اونيكو حتى هو. اوكي، وهي الطريقة دوبيو سينسو، ولكن فيها كل نصف ديال الطريق فيه جوج مسارات كيكونوا في اتجاه واحد والاخر في اتجاه الاخر، هادشي اللي قالوا لينا هنايا. اها، عندنا دوي، قالنا دوي كروسي بي سينسو دي مارشا، يعني كل سينسو دي مارشا فيه كل سينسو دي مارشا فيه دو كروسي، وهذا حتى هو في سينسو دي مارشا ديالو فيه دو كروسي، هادو مثلا كيمشيو في هذا الاتجاه هذا
وهادو كيمشيو في هذا الاتجاه هذا، يعني هي ستراتا دوبيو سينسو mentre le corsie esterne sono destinate alla marcia ordinaria, quelle interne sono riservate di norma alla manovra del sorpasso. Yani esterni, finora le corsie esterne, yani corsie esterne يعني شي حاجة خارجية، فين هي المنطقة الخارجية هذه وهذه، هادو تيكونوا بالنسبة للمارشا العادية، يعني فين كيمشيو السيارات، فمثلا هنا كيكون الاتجاه هكا تيمشيو هنايا وهنا تيمشيو هنا، اوكي. وهادو انترني الداخليين هما انترني هادي وهادي، هادو تيكونوا سو باسو، بحال مثلا السيارة جاية هنايا ولقات سيارة هنا بغات تجاوزها، غادي تمشي تستعمل هاد لاكوسيا انترنا باش تجاوز، اوكي. يعني هاد الانترنا خاصة بالتجاوز، هادي اليمين وهادي اليسار خاصة بالتجاوز. هنا عاوتاني نفس الشيء، جايين من هاد الاتجاه هادو، سيارة جاية من هنا غتلقى سيارة عاوتاني قدامها غتبغي تجاوزها، غادي تدوز من هنايا غتستعمل هاد لاكوستيا انترنا لا سينيستا بالنسبة لهادي. يعني هما شرحوا لينا هاد الاسترني تيكونوا لا مارشا نورمالي، يعني المشي العادي السير العادي نورمال، الواحد كيشد اليمين ديالو كيستعمل هاد لي انترني هادو فقط للتجاوز، يعني الكورسي ديال السيمستر، اوكي. اذا هاد لا سترادا اونا سترادا او اونا كارجاتا اونيكا، اونا كارجاتا اونيكا ادوبيو سينسو، a doppio senso di circolazione da 4 corsie, 2 corsie per senso di marcia. Quelle esterne sono di marcia normale, quelle interne sono per il sorpasso. Se ne conosce. يعني هذه واحد الكاريجاتا، كلها واحد الكاريجاتا فيها 4 مسارات، مسارين لكل اتجاه. المسارات الخارجية هذه وهذه تيكونوا المشي العادي، يعني المشي العادي السيارة كتشد اليمين ديالها، وهادو الداخليين تيكونوا للتجاوز. نتمنى يكون واضح. هادي una strada a doppio senso di circolazione con 6 corsie. هادي عاوتاني واحد الكاريجاتا، هذه strada a doppio senso di circolazione con 6 corsie. حتى هي واحد لا كارجاتا فيها 6 ديال الكورسيات. هادو لي كورسي استيرني، يعني المسارات الخارجية هما لي المارشا نورمالي المشي العادي، وهادو الداخليين يعني الداخليين هاد الجوج هادو وهاد الجوج هادو فهما للتجاوز. مثلا جيتي هنا لقيتي بغيتي تتجاوز غادي تجي لهنا، بغيتي تتجاوز هنا غادي تجي لهنا، ونفس الشيء انايا بغيت نتجاوز ولا بغيت نتجاوز، اوكي. يعني هادو لا ماشي نورمالي كويستي دول اللي كاينين، يعني انتيرني بالنسبه للتجاوز، هذا هو اللي كاين. هنا عندنا استرادا اتريكا ريجاتي او توكوسي، عندنا واحد لا استرادا فيها تريكا ريجاتي على كاريجاتا اونا، حيت تيكون بيناتهم باش كنعرفو داك سباتي ترافيكو، على كاريجاتا الاولى، على كاريجاتا الثانيه، على كاريجاتا الثالثه. هادو كل استرني هادو كاريجاتا سينسو اونيكو، وهاد لا كاريجاتا دينتو ا دوبيو سينسو كون 2 كورسي بير مارشا. قلنا هاد ليزامبيو لي داز، ليزامبيو رابريزنتاتو سوبا، تشي تروفيامو انفيتشي دي فرونتي ا 3 كاريجاتا 8 كورسي. عندنا كيما قلتليكم 3 كاريجاتا، هاد الأولى هاد التانية هاد التالتة، وشحال كورسية؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 ديال لي كاريجاتي، أو عفوا 8 ديال لي كورسي. mentre le carreggiate laterali sono a senso unico di circolazione, quella interna, ossia quella delimitata dagli spazi traffici, raffigurati tramite una linea verde, è a doppio senso di circolazione. Ricordate che anche in questo caso, mentre il sorpasso è consentito anche se effettuato in curva, l'inversione di marcia è assolutamente vietata. E vengono lì, no? عندنا 3 كاريجاتي 8 كورسيين. هاد لي كاريجاتي هادو لي استيرني عندهم سينسو اونيكو دي مارشا، ياك. وهادي الدخلانية عندها دوبيو سينسو بحال هاديك السطادة الأولى اللي قرينا، لا عقلتو عليها وريها ليكم بحال هادي.
يعني واحد لاكاريجاتا اللي فيها كواتر بوسيبل، انت واحد جوج ثلاثة أربعة، هاد اللي استيرني تيكونوا بالنسبة للمارش العادية، وهادو اللي انترني تيكونوا بالنسبة للتجاوز. ونعرفوا بأن هنايا التجاوز تيكون حتى في الكوروخي، حنا عندنا منعرج، لأن كتكون لا استرادا اسينسو لا كاريجاتا ولا لا استرادا اسينسو اونيكو، يعني ملي كتكون عندنا واحد المنعرج وكتكون الطريقه سينسو اونيكو باتجاه واحد بحال لاوتو استرادا ولا اكسترا وربانا كل شيء قال، يعني تكون اتجاه واحد، فتيمكن هنا يكون تجاوز. ولكن الفيرسيون ديال لا ماشا نو، يعني نقلبوا الطريق هنا ممنوع، ملي تكون اسينسو اونيكو ما يمكنش تقلبوا الطريق لان الطريق كتدي، فمستحيل تقلبي الطريق. اوكي غراسي، نتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا يعني من هاد التصنيف ديال الطرق والعربات من هاد الدرس هذا. اللي نبغيكم يعني ننصحكم به هو ان الدرس يعني ملي كنبداو الدرس نحاولوا يعني نشدوا الورقه والستيلو ونحاولوا نفهموا المصطلحات ونكتبوا شويه ونحاولوا نفهموا الدرس كامل، يعني ما نملوش دغيا، ما نملوش، واخا كيبان لينا شويه داكشي يعني شويه كيكون شويه في اللون، لكن بعد كيوضح يعني مع الكويز وهذا والممارسه، يعني كنعاودو ونعاودو في هذوك المصطلحات كيتعاودو، فكيتوليو كنوليو نولفو، يعني الدماغ ديالنا كيولي يولف. فلهذا ننصحكم ما تملوش، تبعوا الفيديو وشدوا ورقه وكتبوا، عاودوا وعاودوا، وحاولوا تستاليو مثلا واحد لابليكاسيون في التليفون ديالكم ديال الكويز، تمشيو البلاي ستور ديال واحد ديرو يعني واحد الابليكيشن كاين بزاف يعني ديال لي كويز، بغيتو مثلا كاين لي كويز كويداي فاي تخدموها، كتبقاو تخدمو كويز سواغوميتو وهكذا، يعني بشوية بشوية، المهم هو ما نملوش، وان شاء الله مع الممارسة ونعاودو ونعاودو كتولي الامور كتوضح، ياك ان شاء الله نتمنى لكم التوفيق والتيسير، نهاركم بوك.